الحمد لله غير المواكبه اللي تنقول راه ما كاينش سيرتو بالناس اللي ما تعرفش كاين واحد لاباس عليه ما يقوليها جاهز. اليوم نحن بصدد هذه الندوه اللي كتنظمها جمعيه السلام، والموضوع الاساسي اللي كان هو اي دور الثقافه والفنون في التربيه الدامجه. مداخلتي كانت حول دور الفنون في تنميه القدرات الخاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، ويعني قدرة الثقافة والفنون على إدماجهم في المجتمع وبشكل كبير، وما للثقافة والفنون كذلك من يعني من دور كبير في مساعدتهم على وتطوير قدراتهم، وكذلك الأسر ديالهم اللي يمكن هذا الموضوع هذا يخفف عليهم شيئا من يعني من المعاناة اللي كتخليهم انهم يقاسيو في ظل يعني قلة الامكانيات يعني التواصلية والفكرية وكذلك المادية. بالتالي اليوم اعتقد اننا لمسنا واعطينا رؤية حول ان الفنون والثقافة بشكل عام ستساعد بشكل كبير على دمج هذه الفئة بشكل اكثر في المجتمع. الندوة كتندرج ضمن برنامج يعني ملتقى الابداع للاشخاص في وضعية اعاقة تحت شعار طاقة لا اعاقة، والاكيد كيتنظم على امتداد يعني فترة زمنية اللي من خلاله اكيد كاين بزاف ديال الانشطة. البداية يعني كانت بتنظيم واحد الورشة ديال المسرح لفائدة المستفيدين يعني مراكز جمعية الادماج او جمعية السلام للادماج ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف ما كانت كذلك ورشة يعني في السينما و تقنيات قراءة الصورة اللي بطبيعة الحال كذلك كانت في مدينة الجيرة دائما بخصوص يعني كتهتم وهي موجهة اكيد يعني لمستفيدي مراكز جمعية السلام. واليوم كاينة ندوة يعني اللي كتحمل يعني العنوان او لا موضوع يعني ايته مكانة يعني للجانب الفني والثقافي. بطبيعة الحال كاين بزاف ديال المواهب اكيد كيف ما كنقولوا جمعية السلام اللي دي انتجات وشركات يعني في مختلف التظاهرات من خلال يعني الابناء ديالها اللي توجوا تألقوا يعني في تظاهرات على المستوى الوطني وعلى المستوى كذلك الدولي. يعني تبارك الله يعني الابطال في مجالات مختلفه سواء يعني في المجال الرياضي او المجال الثقافي والفني، ودائما اكيد الجمعيه هي تواكب اكيد هاد المبدعين وكتشتغل معهم.